As the survivors take their first steps back on home soil, there is relief for some, but also fear and uncertainty for others who 10 days after the tragedy still don't know if their loved ones are dead or alive. هلا الناس عم يقولوا ميت، ناس عم يقولوا ما بنعرف، ناس عم يقولوا تمام، ما جبنا مسؤولية الدولة. شو اسمه عفوا الشخص؟ اسمه مصطفى احمد عبدو. امه يمام يحيى بتقول امبارح شافته وعم يحكي على التلفزيون مع الوفد. او انت امبارح حطوا ناصر يوسف ابني زمان لازم يكون يوسف. ناصر يوسف لحظه خليني احكي مع الشيخ ما اجى هون مش من الناجين. من الناجين حجي بيجي يوم الاثنين. And this man says Indonesian security forces were complicit in the tragedy. هي ضباط كبير وعقداء هي اللي ركبت لنا المركب. اندونيسيا هي اللي اجت اخذتنا من قلب البيوت وقالت لنا روحوا عقداء كلها عقداء نحن كلنا خطر. This is Hussein Khodar, who lost his wife and 8 children. His relatives here in Lebanon were featured in our last story. لا انا سبحت والماش كمان ساعدني كمان. والماش هو يطلع على الجثث. الماش ساعد علم كثير اكثر شيء اللي كبشوا به الخشب تبع الكوري. بس نحن القارب كان علينا كنا نحن تحت القارب. Hussein is accompanied by his cousin Sheikh Ali Khodar, whose fiery speech against Australia 2 weeks ago enraged our viewers. فهل من محكمة للعدل تحاكمك يا أستراليا؟ The survivors take this convoy with black mourning flags for the 3-hour journey back to the village. بحس إنه كان عندي عائلة وكنت أنا وياه بمحل ورجع بلاهن. رجع بلاهن. الله سيدنا على الحج هلا كيف بدنا نعمل احنا وياه. وقت اللي رحت طلعت على طيران الاتحاد. كانت عائلتي صف من اول مقعد لاخره كلهم سوا. بس وقت اللي جيت ما لقيت الا حولي وعالم كلها غريبه قاعده محلهم. اهلا بالشباب. خليني اروح سلم عمي بعدين برجع بسلم عليك كلكم. خليني اكون قدام عمي قوي شوي لانها هي مريضه. الله يسلمك. As the convoy returns, the media is again out in force. Hussein's arrival is beamed live. بدون استثناء ما بدي استثني حدا ولا اقول انه حدا روح يا عبد. عم تصلي على النبي. الله يجيب كل يا حو سلمي علي. كيفك يا ماما؟ الله يرضى عليك. انا منيح يا ماما، لا تشغل بالك علي من ابو جد. الحمد لله على سلامتك يا اما. يلا خلص عدي هلا بعدين في لما تصور. ولكن شو اول كلمه هلا بتقولها هون بقبعيد بارض بلدك؟ انا بتشكركم كثير انكم عم تحملوا من الالام تبعتي معي. طيب شو كلمتك اليوم لاهالي البلده للناس اللي بعد بدها تغامر يمكن بطريقه شوي عشوائيه؟ لا 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 ما بنصح اي انسان بقى يغامر هالمغامره هيدي. وبعدين يكون عند علم الجميع انه استراليا ما حبت تستقبل حدا. This realization has come too late to save his family. But Hussein saw no future in this small village or anywhere else in his homeland. وضع سياسي منه مظبوط، وضع البلد منه مظبوط. فلهالسبب هذا انا اصريت اني اترك البلد واطلع. He says work is scarce and Sunni-Shia violence is increasing. He claims both he and his late son had been attacked. خلينا نخليها بكل وضوح يعني لا تصور قديش يسحبوا السكاكين على بالمدرسة ويفزعوا لا يترك المدرسة ويهرب. يعني تصور انت كون محلي او محل ابني او حي الله محل حدا، مين ما بيحب يتمنى يكون بأمان وبسعادة وعيشي انه منيحة ما حدا يزعجه يعني. Hussein's tragedy is compounded by the fact that his brother Nasser warned him of the dangers. ما ارتاح للموضوع ونصحني اني ما اطلع بدر. كلهم نصحوني انه ما اطلع. بس خلص الانسان اللي بيكون مضغوط على راسه شو بيعمل؟ بفضل يموت ولا
ده اللي اتبهدل وتشرشح قدام العالم. يعني انا افضل اني روح موت بالبحر ولا يجي واحد ولد يعني من جهه لاولادي يتعرض يجمل عصابه على الطريق يقتلونه. Hussein and the others who took the deadly voyage were easy prey for the people smuggler. ورجونا صور باخرة على اساس مركب مرتب محترم، في اكل في شرب في حمامات في منامات في كل شيء، ووعدونا انه الرحله ما بتاكل اكثر من 18 ساعه يعني، وورجونا كل شيء قدامنا. وقت اللي رحنا نطلع بهذا القارب اللي قارب الموت قلنا لا نحن ما بنطلع، ما بنطلع بهذا، شو كيف بدنا نطلع فيه؟ قعدونا على بعضنا البعض، يعني ما كان في محل نقعد قد منه حجمه صغير. الاطفال اللي هن الابرياء اللي كانوا موجودين معنا، الاولاد الصغار والنسوان، صاروا يصرخوا انه لاقوا لنا حل، لاقوا لنا طريقه. فتصور هيك العالم عم تموت قدامك وانت قاعد ساكت، يعني ما تلاقي طريقه. The boat sank close to shore and the water filled with bodies, including his wife and 8 children. As he staggered onto the sand, Hussein tried desperately to save one of them. لبرا رمت لها اسعافات اولية، صارت تكبس لها على بطنها ايزابيل عمية تنتقل المي. للاسف ما لقيت فيها عندها مي ابدا. يعني دغري شهر وحدي ميتة. With the media swarming in the village, the controversial sheikh seems inclined to blame everyone for the tragedy. عداك عن إندونيسيا كما قلنا دولة متخلفة، حتى الجثث ما كرمتها رمتها هيك. On my last visit here, the Khudar family had just received the terrible news. The photos spoke of unimaginable loss. وهيدي مريم اخر وحده عنده، عمرها سنه ونص. صابرين ولا تقولوا لل. As the village gathered to grieve, the sheikh launched his explosive attack. It was also broadcast live and sparked controversy in Australia. يا استراليا يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم أن يصل حكامك الجدد إلى حد قتل الناس وجعل ذلك من الانتخابات دعاياتهم الانتخابية. But today the sheikh is apologetic. تصور أني أنا فقدت 9 من أقربائي وفيهم أطفال وصبايا وشباب، فاشتعل قلبي واحترق عليهم. الآن بعد هذه الفاجعة وبعد أن تحققنا من الأمور، أنا أعتذر عن المعلومة التي وصلتني وبنيت عليها كلامي هذا، الذي هو أنهم دخلوا في المياه الإقليمية، وتبين أنهم لم يدخلوا في المياه الإقليمية، أنهم خارج ال. Outside, Hussein is relentlessly pursued. يعني هل اللي نجوا كانوا الناس اللي قدروا يسبحوا على الشخص؟ ما ضروري. طفل عمره 4 سنين يجي، ما لا سبح ولا عمل شيء. الله نجي. As the media move away, he begins to tell his brother about the tragedy. And here there's more controversy about the timing of Australia's response. دقينا هذا للشرطة بوليس البحري، هذا تبع المي، خبر السواحل الاسترالي، هذا هو. حكينا معه، المهم سالني قال لي اي سبيك انجلش، قلت له نو فريم نو سبيك انجلش يا عبد الله. In Indonesia, survivor Abdullah Al-Kisi takes up the story. So we tried to call the Australian government. We called them and we said, we're drowning, we need your help. They said, okay, we can help you. Just send us the
position of the GPS that where are you exactly? I did. I sent it and he called me back and he said, okay, I got it. I know where are you. We're gonna help you in 2 hours. We wait for 2 hours and a half and we call again, where are you? He said, I need to send me another GPS, a higher view of the GPS photo so we can like precisely know where are you. We did. And we kept calling and calling for 12 hours. And they just kept saying, we're coming and we're coming and we're coming. So at that point, we know that they're not going to come. So we tried to call them. As Abdullah, a Palestinian from Jordan, faced an uncertain future, Immigration Minister Scott Morrison rejected claims that Australia failed to quickly respond. Any suggestion otherwise is as offensive as it is wrong. Air Marshal Mark Binskin also weighed in. Now, you'll be aware of some of the reporting surrounding this tragedy. I would like to just clarify, at no point did AMSA indicate that assistance would be provided within 2 hours, as has been reported to the media. Nor was AMSA aware of the vessel for 26 hours prior to the vessel foundering, as has also been reported. Nobody comes. 60%. But over the course of many interviews, Al-Kisi remains adamant he was told help was just 2 hours away. And that he began making calls to the rescue authorities on a Thursday, not Friday, as the Australian government asserts. The third day, we called the Australian government. We told them that we're drowning. Back in Lebanon, Amnil is prepared for Hussein and the men of the village. And it seems for Hussein's father, at least, Australia is still not out of the question. وهلا كمان روح كرمالي انا كمان انا بحب استراليا وعندي عواطف لها استراليا عندها ضمير اللي كسر خاطره بتجبره خاطره. Despite this pressure to try again, Hussein can barely contemplate life without his family or possessions sold to pay the people smuggler for the doomed voyage. كان عندي هون تلفزيون LCD جايبه ب $1,200. روحتهم لكمل رحلة الموت لكمل المغامرة هذا البيت هون كان مليان لكله كان مليان ما بقى شيء هذا كله كان مفروش هون كله كان شو وين كان غرفتك؟ غرفة النوم؟ غرفة النوم جوا. هيك تشوفي. إذا كان المفتاح هون، إذا كان المفتاح هون. هذا العفو. يا رب بعدها مقفولة ما في من يفتح لي بدي اترك لك ومصر اني اترك لك ما بقولي في شيء احبيبي روحوا حضرت لبنان هيك الأرض محلاها هيك البحر وين الديور الديور هاي الله محل حكيم حكيم
هيك مروية أو صدر أو شيء، لأنه من جد كتير 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 متضايق. لفيني عم أحكي، لفيني عم أتنفس، نفسي قليل كمان، وحاسس بس عم مسحول، عم يصير عندي وجع بظهري. لا بدي روح الحكي، ما بعرف إيش بدي أقول، ما بقى عندي حكي، ما بقى عندي شيء لأقوله.